السلام عليكم خاوتي. دائما مع قناة العار والدمار. شوف كيف تكذب على الناس. هذا الفيديو تاعي وهذه الصورة تاعي، درت عنوان كأنها يعني سبحان الله تشويه الجالية، تشويه المتظاهرين، ودرت عنوان هكذا تعاملت الشرطة البريطانية مع مسيرات الجالية الجزائرية، وكأنهم يشوفوا فيها سمعة الجالية، كأنهم يعني سبحان الله يعني يشوف الكذب على كذب عيني عيني. شوف كذب على الناس، يعني كذبوا على القراء اللي ما يعرفوش الجهل تاعهم هذو والغباء والاستحمار الشعب. شوفوا الفيديو الأصلي، شوف الفيديو الأصلي خاوتي، هاوليك الفيديو الأصلي. شوف ها شوف اللي هي اللوجو، ماشي أول مرة هذا يديروا هكذا. شوف هذا صورته تقريبا عنده أكثر أسبوعين، فهمتوا خاوتي؟ يعني كان عنوانه آراء الجالية الجزائرية في لندن حول العهد الخامسة. أخذوا الصورة طبعا حتى يهفوا الناس في البلاد، يكتبوا عليهم يعمرهم كذب وهف. يعني مسألة استحون، يعني عيب عليكم، ما تحشموش حياتهم قاع سرقة من 2010 وانتم ما تسرقوا. إن شاء الله الأيام بيننا، مازال إن شاء الله ما تخافوش، وجاي نهاركم والشعب فاق بكم إلا الأغبياء اللي يتبعوكم. المهم خاوتي شوفوا كيف السرقة عيني عينك. السلام عليكم.